علاش يديروا شهاده السكنه بالدراهم؟ سؤال مهم. الا كاش واحد دايرها لك بالدراهم قول له ميرسي، خاطش علاش راه دايرها لك. ولا واحد لقيتوه دايرها باطل، عرب اللي فاميلته ولا صاحبه عزيز عليه، هنا ما كاش فافور صاي، ويديرها بالدراهم باش يعاون روحو، وخاصه في الشمال تاع اسبانيا، لاخاطش الكره هنايا غالي، يبغي يعاون روحو، حتى واحد ما يبغي يدخل معاه واحد في السكنه، راكو فاهميني. وخاصه حنا العرب، انسان كيكون متزوج ما يبغيش يدخل معاه واحد في السكنه، يدير شهاده السكن الكاش واحد باش يعاونه في الكره. ما يخفاش علينا باللي هنايا في شمال اسبانيا ولا في اقليم الباسك الكلا غالي بزاف، يدير شهاده السكنه ماشي محنا فيك ولا داير لك فافور ولا داير لك باش يعاون روحو صاي، هذه هي. الا دارها لك باطل بصحتك، والا دارها لك بالدراهم قول له شكرا صاي، ما تزعف ما تقلق ما والو. وهذوك الناس اللي راهم ينتقدوا في هذوك الناس اللي دايرين يديروها بالدراهم وكلش، والله العظيم الا هذوك الناس بروحهم دايرينها بالدراهم سقسوني انا نقول لكم، ما كاش اللي يكذب عليكم ولا يلعبها لك ولا يقصر لك حنين ولا كاش منها كاع، ربي يهديهم. تمن الكراء شومبر، حنا نهضروا على شومبر باسكو هنايا بيسو غير نسى، ابارتومون غير نسى، وخاصه الانسان اللي ما عندهاش الاوراق ولا الانسان اللي ماشي خدام، واللي يقول لك انسان ماشي خدام كاري هنا يكذب عليك ولا يكرو ولا يكذب عليك. انا راني خدام كون بغي نبدل سكنه ولا تجيني صعيبه وما يكروليش. وهضرنا على هذا السوجي بزاف لاخاطش حنا اللي خسرناه، حنا اللي ماشي مناح، ما نهضرش بزاف على هذا السوجي هذا. اللي بغى يدخل الفيديو يشوف علاش ما راهمش يكرونا يحوس على الفيديو تاع اللي درته من قبل ويشوف علاش ما راهمش يكرو للعرب، وخاصه حنا الجزائريين ومغاربه يا خويا راسه الا ما رحم الله. المهم هذه حاجه، عندك تامل الكراء من 200 حتى ل 350 اورو، 200 اورو بلا شهاده السكنه، بشهاده السكنه بشهاده السكنه 300 250 300، بشهاده السكنه والكونترا 350 للعقبه صحيح. خدمه تاع النساء راني هضرت عليها مرارا وتكرارا، كاين الخياطه هذه وحده، كاينه اللي راهي مطلوبه بزاف وطلبوها ثاني في تاع الرايكو بارا فورماسيون باش تدفع الاوراق، وهي كويدادورا. دوك نوري لكم تفوت وحده منا ديجا غير دروك وحده فاتت منا، تخرج سينيورا كبيره مراه كبيره، يعطوها لك تتهلا فيها في الدار مالغري ما عندكش الاوراق، تخدمها تخدميها، تعطيها الدواء في الوقت، تخرجيها مره على مره تدور برا بالكارو تاعها سيا دي رويداس. و الثاني كاين مربيه الاطفال كما تعرفوا ديجا دروك دخلت عليه كونو كلش، تنوض الصباح تلبسهم تدوش لهم تعطيهم القهوه وتديهم ليكون، وثاني كي يبغوا يخرجوا تجيبهم من الكولي. هذه هي باسبور 100 نقدر به، نقدر ندير به شهاده السكنه لا ما تقدرش، اي وثيقه 100 ما تقدرش دير بها شهاده السكنه وما تصلحش، سواء باسبور ولا اي ورقه واحده اخرى. الى جيت ولا جيتي جديده لاسبانيا تقدري ديري فورماسيون، تقدري ديري فورماسيون ما كان حتى مشكل. درت واحد الفيديو على واحد الطاسه تاع رايكو بارا فورماسيون، وبزاف ناس قالوا لي صحح معلوماتك ماشي هذه هي الاخر، كون جي في الصح انا عطيتكم هذا الثمن، ولكن كون جي في الصح الثمن يفوت باكثر بكثير كما يقول لك. المهم وصلت في هذا الثمن، وانا ما غاديش نصحح معلوماتي، نخليها في الطاسه هذا في هذا الثمن. واللي الناس اللي تدفع، انا قلت لكم الناس اللي تدفع الا ما فاتش هذا الثمن تتصل بيا تخلي لي ميساج صحيح، تفوت 1000 اورو هيا جبدها. كان هذا السؤال مهم، واش هي احسن منطقه فيها الخدمه هنا في اسبانيا والسكن؟ هي على حسابك انت، انت الا كان عندك حرفه، الا كنت مشيخه مع راسك، الا كنت قافز في اي بلاصه في المريخ تخدم صاي، كاع البلايص مناح على حسب الحرفه تاعك اللي راك دايرها وعلى حسب قفوزيتك، وكذلك الساكن. الا انت ناس مناح سيتي
وين ما رحت وين ما تروح تسكن ولا دخلت تسكن غلطه وانت مباح، يجي النهار وين يخرجوك ويقيسوا لك قشك برا وتزيد تحرمها على خاوتك. كل الشروط باش ندفع ولكن الباسبور عندي ميت، واش ندير باش نعاوده؟ جيب النيميرو تاع الفورماسيون اللي راك باغي ديرها، تاع الحرفه اللي بيديرها، وروح عندهم باللي تاعك مبوينتي وراك تدفع، راك موجد كاع الدوسي، روح للكونسيلا قال انا راني موجد كاع الدوسي باغي ندفع، عاودوا لي الباسبور، يعطوك باسبور تاع عام باذن الله، غير يكونك راجل وعارف كيفاش تهضر. اخر سؤال ولكن نزيد نجاوب لكم على الاسئله تاعكم في الفيديوهات القادمه ان شاء الله. هذا السؤال قال لي واحد دوك يظلموا علينا القهويين وتولي هنايا لا تصلح. انا نقول له من هذا المنبر والله لا غادي كاع يصفوهم قسما بالله، وديجا راهم يصفوا فيهم شحال من واحد في هذه 15 يوم، هذه بنادم ما خلاوهش، كاع المباحين جروا عليهم وسيادهم راه بيدفعوا في الاوراق وهما راهم يشوفوا راهم يستهدوا.